السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هنتكلم النهاردة عن حاجة مهمة جدا، وهي أسماء لا يصح أو لا يجوز أن تسمي بها ابنتك. في الآونة الأخيرة أو كل وقت والتاني بيظهر اسم، والاسم ده بينتشر جدا ما بين الناس. قد يكون الاسم ده بطل أو بطلة مسلسل معين، أو يكون اسم لاعب كورة، أو يكون اسم سياسي مشهور. يعني لو نلاحظ فترة الستينيات تحديدا، اللي نلاقي معظم الذكور اسمهم جمال تيمنا باسم الرئيس جمال عبد الناصر، ومن كام سنة انتشر جدا اسم نور ومهند. ومن حق الأبناء أن يحسن الآباء اختيار الأسماء لهم. يعني حضرتك ربنا سبحانه وتعالى أمرك والدين أمرك أن تحسن اختيار أسماء أبنائك، وإن شاء الله نحاول نتكلم ونذكر بعض الأسماء اللي لها معنى مختلف جدا عما يظن الناس. هنبدأ، ولكن رجاء شخصي اللي ما اشتركش في القناة يشترك حالا في القناة ويعمل لايك. ونقول بسم الله. أول هذه الأسماء هو اسم راما. هو في الأصل من أسماء الآلهة في الديانة الهندوسية، وهو إله الفضيلة والفروسية. وأفتى العلماء على تحريم تسمية الأطفال بأسماء الأصنام والشياطين والكفار المشهورين مثل فرعون وغيره، حتى لا تكون سنة لمن بعدنا. ثانيا اسم لارا. الاسم ده مشهور جدا عند الإيطاليين، وانتشر في القرن التاسع عشر، يتنافى مع الدين الإسلامي لأن معناه الروح التي ترعى وتحفظ العائلات والبيوت عند الرومان القدماء. ثالثا اسم ريناد. الاسم ده منتشر جدا 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 يا جماعة. الاسم ده معناه سواد القلب من كثرة الذنوب، يعني وضع الذنب على الذنب حتى يسود القلب تماما ويصير أسودا من كثرة الذنوب والمعاصي والعياذ بالله. أيضا من الأسماء المنتشرة جدا هو اسم ريماس. الاسم ده ليه ثلاث معاني، والثلاث معاني للأسف أسوأ وأبشع من بعض. المعنى الأول، معنى اسم ريماس، ظلمة القبر الموحش. والمعنى الثاني هو صغير الجن. والتفسير الثالث هو مؤخرة الغزال. خامسا اسم لامار. معنى كلمة لامار يقال إنها كلمة فارسية، وهي تعني أنثى الكلب أعزكم الله، ويفسر أيضا على إنه بريق الذهب، ولكن هذا لم يرجحه كثير من العلماء. سادسا اسم يارا، معناه الأكل المحترق في اللغة الفارسية. ثامنا اسم وجد، حرقة القلب أو حرقة في القلب، وهو أيضا من أسماء الجن عزكم الله وحفظكم. اسم وتين. اسم وتين، الناس بتظن أن معناه هو الجبل المتين القوي، ولكن معناه الحقيقي هو اسم مجموعة من الكفار يقومون بفعل الفاحشة، ويطلق على هذه الجماعة اسم وتين. اسم هنوف أو هنوف. الاسم ده منتشر جدا في الخليج، ومعناه هو اسم لجنية تعيش في الحمامات أو في الأماكن القذرة أعزكم الله. اسم برة. اسم برة، اسم برة ده يا جماعة اختلف فيه الأقوال، إن ده كان الاسم الأول للسيدة زينب بنت أبي سلمة، وعند دخولها الإسلام غير اسمها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى اسم زينب. وأخيرا علينا أن نحسن أسماء أبناءنا وأولادنا، لأن هذا من حقهم علينا. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.